عبد الله ابن ريف، يعني ابن ضيعه، هي ازرع من محافظه درعا. تاريخ 10/8 كان عندنا عم نغطي عمليات للجيش بالتل، مدينه التل. احنا يعني شاءت الاقدار انه طلعنا بطريق غلط، فتم اختطافنا انا والانسة يارا صالح المحرره، الشهيد حاتم ابو يحيى اللي هو كان مساعدي، وحسام عماد اللي كان بصفته سائر. قعدنا 7 ايام هنيك، كانوا جدا يعني ما كثير بحب اتذكرهم، انه نزل وقهر، وفي يعني في صديقي استشهد، يعني الله يرحمه. كانت تجربة كثير صعبة، يعني كان التعامل، مجرد انك انت عم تتعامل او عم تشتغل مع الدولة او مع الحكومة، فانت خاين، فانت منافق، فانت يعني راتبك حتى صاروا يفتون انه الراتب اللي عم ناخده كل اخر شهر انه هذا حرام. يعني استشهد رفينا حاتم نفس اليوم، يوم الاختطاف نفس اليوم. تعرضنا يعني للقتل والضرب والإهانة، إهانات بشعة. بس كان عندي أمل إنه ظل، يعني ظل إنه أحيانا هيك إنه أسمع، يعني أسمع صوت الجيش، صوت الطيارة، صوت العساكر، أحيانا يكونوا قريبين منا يعني كان يظل عندي أمل. لا اجى لفجر يوم 16/8 الساعة 1:30، كان في عملية كبيرة بمدينة التل قام فيها الجيش، قام فيها انه مستدل على مواقعنا. الساعة 1:30 بالليل تم تحريرنا ورجعنا لعند اهالينا. رجعنا كلنا عزيمة، كلنا انه خلص بدنا للاخير بسوريا، يعني نحن بالنهايه يعني سوريا يعني العسكري ما هو اهم مني او انا اهم منه او روحه اغلى من روحي، فبلدنا وحده بالنهايه وحقنا ندافع عنها. ضلت استمريت بتغطيه الاحداث بسوريا هون ومع الجيش العربي السوري ليوم 25/3/2013 الساعه 10:30 الصبح. كنت انا بالدوام عم بشرب قهوه واقف انا ورفيقي، فسمعنا صوت يعني الباب عم تهتز، ففكرنا يا اما تفجير او قذائف. ركضت لبرا، قالوا لي في قذائف هاون نزلت عند دار الاوبرا وعند التلفزيون، فاخذت الكاميرا لشعوريا ونزلت. فنزلت انا وشاب اسمه ابراهيم جديد، هو مساعد مصور عندنا. شفنا اول قذيفه نزلت بعد ما نزلنا، فالامن المراقبين يعني المسؤولين عن حمايه دار الاوبرا عم يقول لي ارجع. انا كان بيني وبين الباب ما في مترين، يعني لو فت لجوا يمكن نفدت، فنزلت بيني وبين الباب القذيفه. اسعفوني على المشفى، طلعت ضليت اول شيء 3 ايام حاولوا انه يرمموا لي الاوعيه اللي تاكلت برجلي اليمين، ما يعني ما مشي الحال، اضطروا للبتر من تحت الركبة. بس نشكر الله يعني، وكنت أنا شوف العساكر، شوف الشباب اللي تآزوا يرجعوا يكفوا حياتهم، يرجعوا يكفوا. فأنا بيني وبين حالي أقول أنا ما بين أصلا شيء، يعني راحت رجل عادي بركب بداله وبدي أمشي وبدي أرجع أصور وأرجع أكفي مهنتي اللي أنا بحبها. غار من العسكري، كنت غار من العساكر اللي يشوف الراجعين من هي، وانا كنت ساكن بمنطقه نوعا ما يعني ساخنه، فالعساكر رايحين جايين قدامنا، فغار منه. احيانا يعني انا كنت بفتره من فترات لساتني بالبيت ما عم بقدر اشتغل، شوفهم احيانا طالعين بالسيارات وهي، يعني احس انه اقول يا ريت معي كاميرا لاطلع معهم. يعني رحت وقت كنت اتعالج شفت عساكر قدامي متصاوبين، يمكن انا اطلع بيناتهم اخف اصابه. يعني في عسكري ان شاء الله هيك الله يكون معه، كان رايحين ايديه ورجليه،
يعني لا ايدين ولا رجلين ولا هاي. فشفته بالمشفى ونحن عم بعمل علاج فيزيائي وهي، قال لي، قلت له انت كيف راحوا ايديك ورجليك؟ قال لي حرقوا من الدبابة كنت انا فيها. يعني تخيلت الموقف تبعه وجاي عم يضحك، يعني حاملينه اخواته ورفقاته جاي عم يضحك. شفته عم يركب اطراف الرجلين وعم يمشي ومبسوط. قال يا ريت انا، قال لي يا ريت انا من تحت الركبه رجعت هلا على الجيش. طلعت فيه هيك انه هو بشو اقوى مني؟ ما انا اقوى مني بشيء. انا بدي ارجع واشتغل. اعطتني، علمتني، غيرت فيني كثير اشي. شغله اهمها الاراده، يعني اعطتني اراده كثير. صاي في ناس نظرت لي نظرات معينة، يعني انه اعاقة جسدية او اي، بس هذا الشيء ما بيهمني ولا رح يوقفني. يعني العكس، اعطتني شيء لقدام اقوى. يعني الحمد لله رجعت على الشغل ورجعت عم بشتغل وعم بطلع اوردرات وعم طلعت اكثر من مرة مع الجيش بهذا الوضع. كنت انبسط، كنت حس حالي حس حالي فعلا انه عبود، انه هذا عبود ما تغير عليه شيء. بكره يعني في امل بكره انه سوريا ترجع مثل ما على الأقل، ولو 70% إنه مثل ما عشنا فيها ونحن صغار. وإذا اضطرب الأمر إنه نضحي ببكرة، نضحي بحالنا عشان مستقبل سوريا، ما في مشكلة ولا أي دون أي تردد. واجبنا تجاه البلد هو إنه نوقف مع البلد مثل ما أعطتنا البلد. وسوريا طلبت، واجبنا نأدي، يعني واجبنا ندفع دمنا قدامها لحتى تضل سوريا البلد اللي بنحبه نعيش فيه لآخر العمر.